بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحتنا في شهر رمضان. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة في تلفزيون دولة الكويت. تتمنى تكونون مستمتعين ومستفيدين معانا، وراح نكمل اليوم عن الرياضة. وفصلنا يمكن الحلقة الماضية في أنواع الرياضة والرياضة الهوائية، الكارديو ورياضة الممانعة، ريزيستنس اكسرسايز. واليوم شوية راح نتكلم عن بعض الأسئلة وبعض النقاط المهمة فيما يخص الرياضة. خلنا نبدأ برياضة المشي اللي شجعناكم عليها في الحلقة الماضية، وإن قلنا أنها تعتبر من الرياضات الهوائية التي تفيد كل جزء وكل عضو وكل نسيج وكل خلية من أجزاء جسمك، وأنك ما لازم تنطر المشاكل الصحية عشان تسوي رياضة، وإنما تبدأ بالرياضة قبل مجيء المشاكل الصحية وأصلا الوقاية من المشاكل الصحية. وقلنا أن المشي عشان يصنف وعشان يكون رياضة يجب أن تكون هناك فيه ثلاث شروط أتمنى تحفظونها. رقم واحد، أن تكون المشي متواصل وليس متقطع. لذلك اللي يروحون الأسواق ويتسوقون، أبشركم ترى مو رياضة، لأن موضوع التقطيع وتوقف عند محل وتكمل حتى لو تقعد 5 ساعات بالسوق لا يعتبر رياضة أبدا. يجب أن يكون المشي متواصل على الأقل 20-25 دقيقة حتى يتحقق به مفهوم الرياضة وحرق السعرات الحرارية وحرق يعني رفع معدل الأيض في الجسم. الشيء الثاني أو الشرط الثاني من المشي أنه يكون رياضة، أنه تكون وتيرته سريعة، ما يكون يعني مشي بسرعة بطيئة أو بسميه بالكويتي تمخطر، وإنما وتيرته تكون سريعة. شيء ثالث وهي نقطة مهمة، ان المشي ما يكون هبه، واحنا ما شاء الله يعني يسمونا ملوك الهبه، نشترك بجيم يوم يومين وبعدين ننسى الجيم طول الشهر او طول الاشتراك، او مثلا نروح نتشجع ها نسوي رياضه، نروح الممشى ونمشي اول يوم يومين بعدين ننسى المشي. لا، عشان المشي يكون رياضه يجب ان يكون عاده، ما يكون هبه، يجب ان يكون جزء من نظام حياتك. يجب ان تمشي 4 إلى 5 مرات اسبوعيا حتى يصنف انه رياضه. اذا سويت ذلك المشي من افضل الرياضات، رياضه بسيطه الاغلب يقدر يسويها، ايضا مجانيه تقدر تسويها بكل مكان بالداخل بالخارج. وهنا ايضا سؤال ينطرح، وين احسن مكان امشي؟ هل المشي بالداخل ام المشي بالخارج؟ الاجابه هي المكان اللي تحب امشي فيه، تمشي بالمجمع، تمشي بالممشى، تمشي باي مكان ما يفرق، بس المهم انك تمشي. وايضا سؤال يعني ينذكر، اي افضل المشي على الجهاز او المشي بالخارج؟ ايضا نفس الاجابه، ما يفرق وين تمشي، حرق السعرات الحرارية يعني تقريبا متشابه. هناك بعض الدراسات تقول أن ممكن المشي بالخارج أفضل، لأن الشارع شوي يرتفع وترتفع وتنزل، وهذا يعني يقوي عضلات الساق وخاصة عضلة البطة. وأن المشي بالخارج يعني تشوف الهواء الطلق وتشوف العصافير، فنفسيتك ممكن تكون أفضل. لكن إذا الظروف الجوية ما تسمح، إذا الجو حار، إذا الجو ممطر، إذا الجو وايد بارد، ماكو بأس أبداً أن أنت تستعمل جهاز المشي وتحطه بالبيت. أيضاً من النقاط المهمة جداً وعلى جهاز المشي قبل لا نروح إلى نقطة ثانية، يسألون أيضاً هل هو اللي عنده خشونة بالركبة هل جهاز المشي راح يضره أو راح يسبب خشونة؟ الإجابة هي أن جهاز المشي بريء من تسبب الخشونة، لكن نقول اللي عندهم خشونة بمفصل الركبة ما لازم يرفعون المقاومة فترتفع جهاز المشي فيأثر عليهم، وإنما يخلونه فلات. إذا سويتوا ذلك فجهاز المشي يعتبر من الأجهزة المفيدة جدا. وصلنا إلى نهاية هالجزء، خلونا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الفاصل، كنا نتكلم عن موضوع الرياضة، فصلنا شوية في موضوع المشي، وخلونا نختم بجوتي المشي. إذا المشي عزكم الله، يجب إذا أنت مقرر أن المشي يكون هو رياضتك اللي بتسويها بشكل يومي أو شبه يومي، أنك ما تستخسر تشتري يعني تكرمون حذاء مريح للمشي أو حذاء مخصص للمشي. ما ينفع تمشي منعال، ما ينفع تمشي بحذاء قديم. ليش؟ لأن الأحذية المخصصة للمشي فيها هذه الطبقة التي تمتص الصدمات. لذلك يعني هي قاعدة عندما يتعلق الموضوع بصحتك، أرجوك لا تحاول توفر، لا توفر فلوس. ترى حتى حذاء المشي لما تشتريه
هذا الحذاء له يعني مدة معينة أو له مدة صلاحية معينة أو له عمر معين، بعد ذلك هذه الطبقة إذا وايد استعملتها ستتآكل ولن تؤدي وظيفتها في حماية الرجل. وتعالوا عندنا العيادات وشوفوا مشاكل الرجل وخاصة مشاكل أوتار القدم والتهابات أوتار القدم وسمار العظم اللي يصير في الرجل. لا تعرض نفسك لهذه الإصابات وهذه المشاكل الصحية اللي بعدين تقعد شهور وشهور تحاول تحلها. كل اللي عليك تشتري حذاء مريح مخصص للمشي، وأنا تسأل هذا الحذاء، وأغلب الأحذية ترى مدة العمر الافتراضي مالها من 6 إلى 9 شهور، نقول سنة، فإذا عندك جواتي ما شاء الله صار لها سنين وبنين لا تخلص منها واشتري جوتي جديد. خل نروح على موضوع أيضا يخص الرياضة، ودائما أسأل هذا السؤال وخاصة من أمهاتنا وخاصة من ربات البيوت، هل شغل البيت رياضة؟ الشغل اللي تسويه المرأة في البيت هل يعتبر رياضة؟ سواء من الطبخ أو التنظيف أو الكوي أو الغسيل أيا كان. الإجابة هي طبعا قبل الإجابة الطبية، يعني بالعقل لو كان شغل بيت رياضة كان ما شفنا ربة بيت عندها سكر وربة بيت عندها ضغط وربة بيت عندها كوليسترول أو عندها سمنة وعندها مشاكل بالظهر أو مشاكل بالركبة. ما شاء الله العيادات ممتلئة بربات البيوت اللي يشتغلون بيوتهم. فالإجابة هي لا، للأسف الشديد شغل البيت ما يعتبر رياضة ولا يصنف أنه رياضة ولا يجب أن تعتمد عليه أنه رياضة، لأنه تعريف الرياضة هو مجهود بدني متواصل يتم في حرق السعرات الحرارية ورفع ضربات القلب. بينما أي أعمال البيت أو كل أعمال البيت صح أنت بتعب وحوسة بس لا تصنف أنه رياضة. ولو كان يعني نفس ما قلنا شغل البيت رياضة عشان ما كانت ربات البيوت ما شاء الله عندهم هذه المشاكل الصحية. ودائما أقول أن ما شاء الله أمهاتنا وزوجاتنا من أفضل الناس حق بيوتهم وعيالهم وأزواجهم، ومن أسوأ الناس حق صحتهم. وكما يعني يقول الحديث إن لبدنك عليك حقه، فلازم الأم والزوجة ما تعتمد على شغل البيت أنه رياضة، وإنما تروح الممشى تشترك نادي وتعطي جسمها حقها من الرياضة. لأن المشاكل الصحية إذا ما مارست الرياضة هي مسألة وقت، متى يزيد السكر، متى يزيد الضغط، متى يزيد الوزن، متى يصير في ضغط على عظام الركبة وعظام الظهر. فهذه رسالة محب حق كل الزوجات وكل أمهات، خصصي وقت للرياضة، قول يا جماعة هذا الوقت هو وقت رياضتي، أعطوني بريك وروح الجيم أو روح الممشى أيا كان وسوي رياضة. أنه لا يجب أنك تعتمدين على شغل البيت وتقولين أنا طول الوقت واقفة على حيلي. أنت واقفة على حيلك أدري ومقدرين، بس هذا الشيء الوقفة والغسيل والكوي والتنظيف أيا كان لا يصنف أنه رياضة. وللأسف الشديد لا، يعني ما راح يقوي القلب وراح يقوي العضلات وراح يقوي الظهر. فيجب ان تعطي جسمك حقه، سواء العضلات او القلب او الجهاز المناعي، تعطينا حقه بالرياضه اللي تحبينها. واضعف الايمان نفس ما قلنا رياضه المشي اللي تكون ايضا ممتازه جدا للجميع والجميع يقدر يمارسها. فهذه رسالتنا اليوم بخصوص الرياضه، يمكن فصلنا فيها على عده حلقات، فصلنا فيها لاهميه الرياضه. وهنا ادعوكم ان تكون الرياضة جزء من اللايف ستايل أو نمط الحياة. لا تنطرون يا جماعة المشاكل الصحية تي عشان تسوي رياضة. الرياضة وقاية وحماية لكل جزء من أجزاء جسمكم. هذه نصيحة محب، أتمنى تكون وصلت. أتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم صحتنا في رمضان. مع السلامة.